عن بيع مياه مجاري بالسعودية، شلون بالله؟ أوبندج ما يمر، ياخذون الماي يحطونه في التناكل، يقول لك مياه صالحة للشرب ويودون منها الأخوان المسؤولين في السعودية. حتى مياه المجاري خلاص، ايش بقى بعد؟ عطني اياه. هذا مركب ماطور بيسحب من مياه الصرف الصحي المكررة اللي جاي من مكة. شوف، وهذا المجرى، هذه مياه غير صالحة للاستخدام الشخصي أبدا. وهذول يسحبونها وعندهم تحلية هنا وأشياء بيبيعون موية على إنها صالحة للشرب. هذا الماطور، شوف هذا الماطور رايح كذا. شوف الأشياء فين، حتى الأشياء باينة من هنا، هذيك الأشياء، وهناك يعبي وايتات يروح يبيعوها على الناس على إنها مياه تحلية صالحة للشرب. وهذا الماطور عيني عينك حاطين. آخر تقرير أيضا من المملكة العربية